الفكرة الآن، يعني الفكرة أن البارحة كان هنالك حديث كبير في البث حول عن موضوع هل أستخدم PHP Session أم أستخدم JSON Web Token، وهذا الشيء فعليا جعلني أفكر أكثر بالموضوع لأن لم يكن في بالي فعليا، وبحثت عن عدة أمور خاصة ب يعني خاصة بالموضوع JSON Web Token وأيضا السيشن. والشيء الذي يعني شيء تعلمته وشاركته على الموقع، على الموقع هنا سأقوم بمشاركة الرابط معكم هنا في البث إذا أردتم قراءة هذا الموضوع، سهل جدا. بالنسبة للمقتطفات بالموقع الخاص بي، فأنا بكل بساطة أقوم بإضافة مقتطفات بسيطة، معلومات بسيطة معينة، يعني هدفها شيء بسيط جدا، يعني معلومة دقيقة جدا أقوم بمشاركتها من خلال المقتطفات في موقعي. يمكنكم الذهاب وقراءة. على الأغلب يتم التحديثات أسبوعية أو يومية حتى. فالآن بموضوعنا، الموضوع كان عن JSON Web Token وعن Sessions، ما الفكرة وما الفرق؟ هذا الشيء جعلني أفكر أكثر بشيء اسمه stateless أو stateful يعني programs أو systems. يعني ماذا يعني ذلك؟ طبعا من الاسم stateless ليس له حالة و stateful له حالة. فالفكرة هي، لاحظوا أن بالنظام العديم الحالة أو stateless فهو لا يحتفظ بمعلومات حول التفاعلات السابقة، كل طلب مستقل ذاتيا. يعني عندما استخدمنا JSON Web Token فالدرس الدرس الماضي تحدثنا عن JSON Web Token، البث الماضي، و JSON Web Token قالوا أنه stateless. ما هذه الكلمة يعني stateless؟ يعني عديم الحالة. ماذا يعني عديم الحالة؟ يعني عندما يقوم الشخص مثلا بتسجيل الدخول، قمت بجنريت له لتوكن جيد، ثم مثلا قام بلوج أوت، ثم سجلت له توكن وقام بلوجن مجددا، جنريت توكن مجددا، التوكن القديم أنا لا أعرف عنه أي شيء، لا يمكن أن أحفظه، لا يمكن أن أحصل عليه جيد. فهذا الشيء، فأنا ليس لي علاقة، ليس لي قدرة على أن أعرف التفاعلات السابقة التي حدثت على التوكن الأخرى التي تم جنريت لها بجيسون توكن. هذا الشيء على عكس مثلا السيشنز التي يتم حفظها بمثلا بملف أو بقاعدة بيانات. هذه نقطة ملف وقاعدة بيانات إذا تذكرتها سأخبركم عنها بعد قليل. فيتم حفظها في مكان دائم. المكان الدائم ما هو يكون؟ يكون إما ملف أو يكون قاعدة بيانات. فبالتالي إذا شخص قام بتسجيل الدخول ثم قام بتسجيل الخروج ثم قام بتسجيل الدخول، أنا أعرف هذا الموضوع لأنه تم حفظه بملف أو تم حفظه بقاعدة البيانات. فإذا هذا هو الفرق بين نظام عديم الحالة. طبعا أنا الآن كمثال أقول لكم سيشن وجيسون وتوكن، لكن هذه الأنظمة هي موجودة بأكثر من مثال، ليس هذا المثال فقط. لكن الفكرة أن عندما يكون النظام عديم الحالة، يعني لا يعرف عما حدث من قبل، ليس له ذاكرة يعني. أما الذي له حالة فهو فعليا له ذاكرة نوعا ما، يعرف عن الأشياء التي حدثت بالوقت السابق. وبالتالي السيشن تعتبر نظام له حالة لأن محفوظة التفاعلات السابقة، محفوظة تفاعلات المستخدم مع النظام أو مع التطبيق أو مع الموقع. أما في حالة الجيسون والتوكن فهي تعتبر stateless، يعني ليس لها حالة لأن لا يمكن أن أعرف ما الذي حدث قبل. جيد، أن أعرف فقط التوكن الآن، لا أعرفه في وقت سابق. فإذا بالنسبة للتعرف على المستخدم بالنظام الذي ليس له حالة، أنا أطلب من الشخص معلومات. يعني مثلا الآن بجيسون ويب توكن أنا طلبت منه ماذا؟ طلبت منه كلمة مرور، وطلبت منه أيضا اسمه أو إيميله أو يوزر نيم. نفس الشيء بالنظام ذو حالة، نفس الشيء سأطلب منه نفس الفكرة. لكن لاحظوا أن في كل مرة مثلا يريد الشخص تسجيل الدخول، أنا سأطلب منه مثلا الكلمة المرور كذا في كل مرة. أما بالنسبة للنظام ذو حالة فهو فعلا عندما يقوم الشخص بتسجيل الدخول أول مرة فيقوم بحفظ كل شيء متعلق به، فعندما يسجل الدخول مرة ثانية كل شيء
خاص بهذا الشخص محفوظ إما بملف أو بقاعدة بيانات. فبالتالي يعني يمكن أن نقول بجيسون ويب توكن كل طلب مستقل، أما بالحالات مثلا بعفوا السيشنز فمجرد طلب واحد يقوم به الشخص، طلبات اللاحقة سيتم حفظ ستعرفنا على الشخص بشكل أوتوماتيكي يعني لأنها محفوظة لدينا. بخصوص موضوع التوسعية هنا، يعني التوسعية يعني هل هو يمكن أن نقوم بإضافة أشياء أخرى؟ فنعم، بالنسبة للنظام الذي ليس له حالة يمكن أن نضيف أشياء أخرى، لا مشكلة. أما بالنسبة للسيشن مثلا أو الأنظمة التي لها حالة فهذا شيء صعب، لأن أول مرة تقوم بتنظيم بإنشاء النظام وما الشيء الذي سيحتفظ به، و طول استخدام النظام سيتبع نفس الفكرة. فمثلا إذا أردت حفظ السيشنز بقاعة البيانات أو بملف، فأنت ستحدد الأشياء التي سيتم حفظها بهذا الملف أو بهذه قاعة البيانات وستسير عليها دائما. فبالتالي أيضا يقول لأنك ستخزن البيانات لكل مستخدم، فمن الصعب أن تتوسع أكثر بهذا الموضوع. بالنسبة للـ API فعادة يتم استخدام العديم الحالة، ونحن أنشأنا API، فاستخدامي لجيسون ويب توكن كان أفضل من استخدامي للسيشن. لم أستخدم السيشن، فأعتقد الطريقة التي سرنا بها بإنشاء تطبيقنا الذي نعمل عليه حاليا كانت طريقة سليمة، لأننا فعليا API وبالتالي استخدمنا الشيء عديم الحالة الذي هو جيسون ويب توكن. أما مثلا التطبيقات الويب التي تحتاج جلسات المستخدم فهو فعليا نحتاج شيء له حالة لكي نعرف ما هو الشيء الذي قام به المستخدم في وقت سابق. بخصوص هل هي معقدة أنظمة عدم الحالة؟ بالتأكيد، لأن ليس لدينا لا داعي ل يعني أن نقوم بإدارة أي جلسات أو بإدارة أي معلومات على نظامنا لأنها هي عديمة الحالة، يعني لا نحفظ أي شيء، فكل مرة يعني في كل مرة نأخذ المعلومة في كل طلب نأخذ المعلومات التي نريد، فليست معقدة فعليا، لكن أكيد كل طلب سنعالج كل طلب يعني كل مرة سنأخذ التوكن مثلا بجيسون والتوكن سنأخذ التوكن نعالجه في كل مرة. أما بالنسبة للجلسات أو الأنظمة ذو حالة، طبعا أنا أقول مرة أخرى أذكركم هذه الأنظمة لها حالة وليس لها هذا بشكل عام، يعني يمكن أن تطبق أي شيء، لكن نحن مررنا على هذا الموضوع من خلال تعاملنا مع جيسون ويب توكن، وأيضا تعاملنا مع لم نتعامل مع السيشنز لكن ذكرناها. فبالتالي أنا أطرحها كمثال، فإذا الجيسون ويب توكن والسيشنز هي مثال لهذا الموضوع ليست هي الموضوع. فبالنسبة للأنظمة ذو حالة بالتأكيد ستكون أكثر تعقيدا، لأنني يجب أن أدير المعلومات التي أحفظها للشخص في إما في الملف أو إما في قاعة البيانات. فإذا هنا يقول أن كل طلب مستقل في حالة العديم الحالة أكيد، وهنا بالنسبة للجلسة بالنسبة للأنظمة التي لها حالة كوني أنا أحفظ يعني المعلومات الخاصة بالشخص وتفضيلاته، ومثلا إذا قال لي أن لونه المفضل أحمر مثلا فأنا أحفظ هذا، وفي كل مرة يسجل الدخول فأنا هذا الشيء لدي. لكن في حالة مثلا أن بنظام عديم الحالة في كل مرة يجب أن يخبرني أن لونه المفضل هو الأحمر، وثم سأقوم بحفظه لجلسته الحالية. فهذا هو بالنسبة للفرق بين أنظمة عديم الحالة وذو الحالة، وهذا هو الفرق بين يعني فعليا يمكن أن تفكر هذا هو الفرق بين الجلسات والجيسون ويب توكن التي استخدمناها. فجيسون ويب توكن عديم الحالة stateless، أما ذو حالة مثل السيشن لأن هنالك ديمومة بالمعلومات أو استمرارية بالمعلومات لأنها محفوظة لدي فعليا إما ملف أو قاعدة بيانات.